كانت هناك سيدة مسنة تملأ كل يوم الماء من نهر القرية بإناءين محمولين على كتفيها بعصا، إحداهما مشروب يتصرف بالماء على طول الطريق وصولا إلى المنزل بنصف حمولته. وبعد سنتين من التسريب نطق الإناء المشروب قائلا لسيدته خجلا، قال لها: أنا خجل منك يا سيدتي، أنا أهدر تعبك كل يوم في نقل الماء وأنا مشروب. ابتسمت العجوز قائلة للإناء المشروب: ألم تلاحظ الزهور التي افترشت الطريق من ناحيتي؟ أنا بذرت الزهور على طول مسارك، وتلك الزهور التي زين منزلي أنت تسقيها وأنا أقطفها، فلولا لم تكن أنت مشروخ لما كان منزلي جميلا. فنتقبل ثغرات من نعيش معهم، وتتحول الثغرات والاختلافات إلى جمالا وقوة. يلا بينا الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، واهلا بيكم فيديو جديد ومنورين العادة يا جماعة. قبل ما نبدأ في الفيديو، اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات اللي معانا، واهلا بيكم. يلا بينا نشوف حلقة الفيديو النهاردة بتكلم عن ايه. يلا بينا. الرئيس السيسي النهاردة يا جماعة او امبارح فاجئ الجميع بقرار مهم جدا جدا في تاريخ مصر كلها عموما، يعني فاجئ الجميع بإلغاء حالة الطوارئ. لكن الحقيقة قبل ما نتكلم عن حالة الطوارئ وعن إلغاء حالة الطوارئ والكلام ده كله، لازم نعرف ايه هو قانون الطوارئ، ايه هو قانون الطوارئ وايه هي ايجابياته وايه هي سلبياته. الرئيس السيسي اصدر اوامر بالغاء حاله الطوارئ او عدم تمديد حاله الطوارئ في مصر. الموضوع ده يا جماعه لازم تعرفوا انه ليه تداعيات خطيره جدا ومهمه جدا جدا، سواء على مصر او على الاقتصاد المصري بحد سواء. ايه معنى قانون الطوارئ؟ بس قبل ما نبدا قانون الطوارئ لازم نعرف تاريخ قانون الطوارئ ده ومن امتى كان في مصر. اولا يا جماعه لازم نعرف انه قانون الطوارئ ده بدا في مصر في الستينات من ايام العدوان الثلاثي على مصر، واحنا عرفنا قانون طوارئ في الفترة دي ماشي الحال. وبعد كده اتفرض قانون طوارئ المرة التانية لما اسرائيل اعتدت على اراضي سين، برضه ماشي. وقبل كده قبل استشهاد الرئيس انور السادات رحمه الله عليه، الرئيس انور السادات الغى قانون الطوارئ ده لمدة 13 شهر. وبعد كده بعد استشهاده فرض قانون الطوارئ في عهد الرئيس محمد حسني مبارك لحد النهاردة. يعني احنا من سنة 81 واحنا مفروض علينا حالة طوارئ. يعني ايه بقى قانون الطوارئ؟ قانون الطوارئ يا جماعة كده ببساطة وسهل كده، قانون الطوارئ بيقول معناه معنى فرض قيود على حريات الناس. يعني قانون الطوارئ ده معناه كده ببساطة فرض قيود على حريات الناس، والقانون ده يدي للحكومة صلاحيات أكبر لمجابهة أي خطر يهدد الدولة. ده بمعنى ببساطة يا جماعة قانون الطوارئ، من غير بقى لا تعجن والكلام الفاضي اللي انتوا عارفينه ده. قانون الطوارئ يعني فرض قيود على حريات الناس ويدي للحكومة صلاحيات أكبر لمواجهة أي تهديد يهدد الدولة المصرية، هو ده قانون الطوارئ. طب وإمتى يعني إمتى يطبق أصلا قانون الطوارئ؟ يعني إمتى يطبق قانون الطوارئ؟ قانون الطوارئ ده يطبق في 3-4 حاجات، يعني انا هقول لكم. يعني اولا لما تكون الدوله في حاله حرب، يعني لو مصر قامت دلوقتي عملت حرب وهم معاها حرب يفرض قانون الطوارئ. ايه الحاله الثانيه؟ الحاله الثانيه يا جماعه لما يكون في وباء، يعني زي كورونا دلوقتي، يعني بموجب انه في كورونا وفي وباء عالمي من حق مصر او من حق الرئيس الجمهوريه ان هو يفرض حاله طوارئ ادام في وباء. ثالث حاجه لما تكون في كارثه طبيعيه زي الزلزال اللي حصل في التسعينات وناس كتير ماتت فيه، دي في الحاله دي ممكن يفرض علينا قانون الطوارئ. وجود اي اضطرابات داخليه زي المظاهرات والبتاع والكلام ده كله، يعني في حالة اضطرابات داخلية في البلاد من حق رئيس الجمهورية ان هو يفرض حالة الطوارئ. وفي حال زي الارهاب، يعني زي الارهاب اللي كان منتشر في التسعينات والكلام ده كله، يعني من حق رئيس الجمهورية انه يفرض حالة الطوارئ في الحالات دي. يعني دي الحالات يا جماعة اللي بيفرض فيها قانون الطوارئ. وقانون الطوارئ ده هو قانون استثنائي، يعني هو مش قانون، يعني مش قانون رسمي، هو قانون استثنائي، يعني بتصدر بيه الاوامر او الدولة بتشتغل بيه لما يكون في حاجة ايرجنت، لما يكون في حاجة كده طارئة حاصلة على البلاد. يعني هو مش اساسي، يعني هو مش اساسي في القوانين يعني عموما. يعني طيب ماشي، احنا عرفنا دلوقتي يعني ايه قانون الطوارئ وامتى يفرض قانون الطوارئ وايه هي الحالات اللي بيفرض فيها قانون الطوارئ. طب احنا لغينا دلوقتي، ايه اللي هيتم؟ ده معناه ان كل الحاجات اللي اتطبقت وكانت مصر في حاله الطوارئ هتتلغي. ده معناه كده، معناه انه اي حاجه حصلت وفي مصر موجوده تحت حاله الطوارئ كلها هتتلغي. يعني معناه ببساطه كده ان الحاجات دي كلها بح، مفيش، خلاص خلص، ما عادش في تاني. يعني موضوع التهديد الخارجي دلوقتي ليبيا، يعني خلاص رسمنا خط
احمر لقرده تمام ومش قادر ان هو يعدي الخط الاحمر. يعني كده يعتبر من ناحيه ليبيا ما فيش تهديد خارجي. من ناحيه الارهاب والحاجات والجماعات والكلام البتنجاني اللي في مصر ده احنا قدرنا الحمد لله ان احنا نقدر نتغلب عليه او نقلصه لحد كبير يعني. ولو جيت تلاحظ الرئيس السيسي وهو بيلغي حاله الطوارئ كان فرحان جدا يعني. وعلى فكره عايز اقول لكم رئيس الجمهوريه بس هو اللي يقدر ان هو يعلن حاله الطوارئ او يقدر يلغيها او يقدر يمدها. يعني رئيس الجمهوريه ده من صلاحياته هو بس ان هو يحط حاله الطوارئ او يلغيها او يمدها. وطبعا بعد ما اتلغت حاله الطوارئ ليه ده ليه تداعيات كبيره سواء في المجتمع الدولي او قدام المجتمع الدولي او حتى المجتمع الاقتصادي. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لما يجي مستثمر يجي يستثمر في مصر هنا دلوقتي لما بيشوف انه مفيش حاله طوارئ والكلام ده كله بيبقى مطمئن، بيبقى جواه كده ايه الدنيا بيس ومرتاح كده ايه جوه نفسه، بلد ما فيهاش خطوره وما فيهاش خطور جسيمه وبتاع، يقدر يستثمر فلوسه وهو مش خايف. ده غير لما تكون البلد في حاله الطوارئ، لان حاله الطوارئ دي معروف يعني معروفه يا جماعه على مستوى العالم. لما بتكون دوله فرضه حاله طوارئ معنى كده انه في مشاكل خطيره جدا جدا جوه البلد دي، فالمستثمرين بيخافوا يروحوا يستثمروا في البلد دي. لكن لما يكون مفيش حاله طوارئ تبقى الامور هاديه والمستثمرين بييجوا يقدروا يستثمروا في البلاد دي وهم مرتاحين. لكن نيجي من ناحيه القانونيه، كناحيه قانونيه يا جماعه احنا عارفين اي واحد بيتمسك وبتكون الدوله في حاله طوارئ معناه كده ان هو ما بيروحش المحكمه العاديه، بيروح محكمه اسمها امن الدوله العليا طوارئ. والاحكام بتاعه المحكمه دي يا جماعه ما لهاش استئناف او معارضه او الكلام ده كله، يعني ما لهاش اجراءات قانونيه بعد كده. دلوقتي لما اتلغت حاله قانون الطوارئ تمام، دلوقتي الناس تقدر يعني او الناس اللي تتمسك حاليا بعيدا عن قانون الطوارئ تقدر تروح المحاكم في اجراءات العاديه، يعني مع معارضه واستئناف والكلام اللي انتوا ايه اللي انتوا عارفينه ده يعني. يعني هتاخد الاجراءات العاديه بتاعتها. في كلام دلوقتي طالع يعني كده يعني في دردش كلام يعني انه في كلام طالع انه امريكا هي اللي اجبرت مصر الغاء حاله الطوارئ والكلام ده. الكلام ده يا جماعه ما فيش منه، ما حصلش الكلام ده، ما حصلش الكلام ده. امريكا ما طلبتش من مصر الغاء الطوارئ، امريكا لها طلبات معينه ومحدده ومعروفه يعني ان هم يفرجوا عن 18 واحد جوه السجون المصريه. دي طلبات امريكا. لكن امريكا حقيقه ما طلبتش من مصر ان هي تلغي حاله الطوارئ، هي ملهاش دعوه اصلا تلغي حاله الطوارئ ولا ما تلغيهاش يعني. يعني هي طلبت يا جماعه يا مصريين يعني هو داخل في حقوق الانسان، موضوع حقوق الانسان، لا الغوا بقى الموضوع ده تمام، واحنا عايزين تفرجوا عن 18 واحد بس. ده اللي طلبته امريكا وطلباتها كانت واضحه. وقضيه 173، قضيه 173 يا جماعه اللي ما يعرفهاش هي قضايا منظمات المجتمع الدولي والتمويل الخارجي تمام. امريكا طلبتها انها تتلغي القضيه دي زي حسام بهجت والكلام اللي انتوا عارفينه ده وجمال عيد، يعني حسام بهجت وجمال عيد والكلام اللي انتوا عارفينه ده. واتكلمت برضو امريكا على تجميد اموالهم وعدم اعطائهم تصريح للسفر. اصل الناس دي معاها جنسيات امريكيه، يعني الناس دي اصلا معاها جنسيات امريكيه، عشان كده امريكا بتطالب بيهم يعني. والقضيه 173 احنا شايفين يعني من فتره كده انه المحاكم دلوقتي بدات ايه المنظمات بتاعت حقوق الانسان بدات تطلع تقول لك يعني لا وجه لاقامه الدعوه. يعني المنظمات بتقول لك يعني خلاص يعني ما ثبتش عليهم حاجه يعني. اما ال 18 واحد اللي امريكا بتطالب بيهم هم اصلا كانوا 28 يا جماعه، يعني هم اصلا كانوا 28، مصر افرجت عن 10 وال 18 دي جت نشهد في المرحله القادمه يعني انه في ناس خرجت ايه منهم. ده يا جماعه موضوع قانون الطوارئ وحاله الطوارئ والكلام بكل بساطه عشان ما حدش يقول كاني ولا ماني ولا يعك ولا الكلام ده كله. طب موضوع قانون الطوارئ يا جماعه بكل بساطه. عموما يا جماعه يا رب يكون شرحتكم الموضوع بشكل مبسط. يا رب انصر مصر، يا رب انصر العرب. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. اللايك والشير ومشاركه الفيديو على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام عليكم.